بالنتائج اللي شفناها من منذ نهارين معناتها فهمنا، وأنه البديل اليوم لاسترجاع الثقة ما ينجم يجي مرة أخرى إلا من المجتمع المدني ومن لي ليست انديبوندونت، معناتها القائمات المستقلة. وهذه هي النتيجة اللي اليوم حتى حد ما ينجم ينكرها، خاطر نسمعوا احنا نهار الأولاني النهضة في لي بلاتو نتاع التلفزة تفشفش وتقول احنا الأولانيين المرة هذه، ونداء الثاني توا يمكن عام الجاي نرجعوا نداء وهما الأولانيين. ماهوش صحيح، الناس الكل اليوم تعرف اللي معناتها القائمات المستقلة هي الأولى. ما فماش حزب اسمه القائمات المستقلة، وقائمة مستقلة ما تعبرش على القائمة الأخرى، وما نلقاوش أي رابط بين القائمات. ولذلك الحديث على أنه الفائز القائمات المستقلة أو فما تقدم في القائمة المستقلة، الحقيقة هذا غير صحيح. نجد بعض القائمات اللي هي موجودة ومستقلة، ولكن ما يمكنش أن نقولوا راهو فما حزب اسمه القائمات المستقلة، يعني ماهيش ظاهرة اسمها القائمات المستقلة. وفي الحقيقة الانتخابات بينت أنه الأحزاب الكبيرة هي الأحزاب الفائزة، واللي هي أثرت في معناها نجاحها في البلديات. الفوز أنك سي أنت في مرتبة الأولى، أما إسكو أنت ربحت؟ إسكو أنت الرصيد اللي عندك قبل زدت عليه، حافظت عليه، أو على الأقل باش ما تقولش زدته حافظت عليه؟ أنا أقول لك بالعكس، أنا قاعدين يهبطوا. معناتها توا كيما اللي صوتوا للنهضة أول مرة في 2011، النابغ مش هو في 2014 ومش هو في 2017، دونك هذوما ماشيين والشعبية نتاعهم يكون تتقلص. نداء تونس ما حدث ولا حرج. معناتها النتائج ما كناش حقيقة متوقعين، توقعنا خير من هكا، توقعنا احنا نكونوا في المرتبة الأولى، توقعنا احنا نكونوا نفوزوا بالانتخابات البلدية، جينا في المرتبة الثانية، فما بلديات فزنا فيها بالمرتبة الأولى، عديد من البلديات، فما بلديات فشلنا فيها. اليوم هذا مش يقول لنا مش يحسن الفترة الجاية بالنسبة لنداء تونس، مش نشوفوا نقاط الضعف نداء تونس وين باش نحسنوا المردود نتاعنا في الانتخابات الجاية. يلاحظ معناها تراجع كبير وعقاب، تصويت عقابي كبير للأحزاب الحاكمة، وهذا يبين النضج في وعي التوانسة وفي عقابهم بشكل ديمقراطي للناس اللي ما خدموهمش وللناس اللي معناها اعتدوا على مصالحهم وعلى قوتهم، رغم انه هما كانوا في النتائج الاولى، ولكن التصويت العقابي صار. على مستوانا كجبهة شعبية نعتبر ايضا انه حققنا نتائج، جزء منها نعتبره مرضي، جزء ماناش راضين عليه. فنتائج تجارب 2011 وتجارب 2014 خلت اي متابع يتوقع انه القائمه المستقله باش تكون عندها دور في الانتخابات هذه، والنتيجه نتاعها 35% نتصورها اكبر، لانه باش تكون مقاربه ممكنه لازم تكون في بظروف موضوعيه. الامكانيات نتاع القائمه المستقله او اغلبها اقل بكثير جدا 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 من قائمه الاحزاب، ورغم ذلك نافستها في مناطق معروفه تاريخيا الاحزاب هذيك وفكت لها.